سارة الوراء تتعرض لحادث نارين بيوتي في المستشفى، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة نارين بيوتي اللي تفاعلت بمجموعة من الاستوريات على صفحتها بالإنستغرام. صرحت نارين من خلالهم انه هي قامت بصبغ شعرها، واعطت نارين تلميح انه يمكن اللون هو اللون الاخضر. ايضا نارين بيوتي صرحت انه هي كانت في المستشفى بسبب اكل سبب لها حساسية. نتمنى لنارين بيوتي الشفاء العاجل. اوكي، السبب اللي ما عم بيخليني صور لكم وشي هو لانه صبغت شعري، صبغت لون بجنن وجديد. وكمان اكيد رح تقولوا طب ليش ما عم تفرجينا شعرك صوري؟ السبب اللي ما عم يخليني فرجيكم شعري هو لانه امبارح صار معي واخذت دواء وصار عندي ردة فعل على الدواء، فصار عندي حساسية مع ما بعرف شو، فانا الله عيوني مورمي كثير. نمر أيضا إلى الجميلة سارة الوراء اللي نشرت مقطع على الإنستغرام لسقوطها من على الدراجة بلوندو، والشي اللي صدم الجمهور إنه سارة الوراء ما اهتمت لحالها، واهتمت للسيارة اللي انصدمت فيها حيث علقت بعد السقطة إنه ما صار شي للسيارة. أترككم مع المقطع، رأيكم بخصوص هذا الخبر. أوزي أدوني أضع صورك ولا لا؟ ما صار شي للسيارة.